أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد أول اجتماع له في العاصمة عدن ويعين أحمد حامد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء. القوات الجنوبية تقوم بمهام كبيرة في حفظ الأمن مع عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن. ميليشيات الحوثي تعترف بتجنيد آلاف الأطفال في صفوفها. أهلا بكم، والبداية من عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن. عقد مجلس القيادة الرئاسي أول اجتماع له في العاصمة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي وحضور أعضاء المجلس. وناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار وضرورة تطبيق برنامج المجلس بشكل عاجل وخصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا. كما أصدر المجلس قرارا جمهوريا بشأن تعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أدلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة أبو زرع المحرمي بأول تصريح له فور وصوله إلى العاصمة عدن. وقال المحرمي في تصريح له إنهم سيبذلون قصارى جهودهم من أجل تحسين الخدمات وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة. ودعا المحرمي الجميع لتوحيد وسائل تحقيق النصر لصنع سلام دائم في اليمن، مضيفا بالقول إن اليد ممدودة للسلام إن وجد، وإلا فنحن رجال الحرب والميدان. قال العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي إن العاصمة عدن فتحت الأفق لتحالف وطني لإنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة إيران في اليمن. وأوضح العميد طارق في تغريدة له على حسابه في تويتر إن المقاومة الوطنية بدأت من عدن وفيها بدأ أول نشاط لمجلس القيادة الرئاسي، وأضاف أن النصر الأول ضد إيران كان في عدن وتشارك فيه الدم الجنوبي وتشارك فيها الدم الجنوبي بالدم الإماراتي والسعودي إدراكا مبكرا لخطورة المعركة. رحبت كل من المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بأداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية في العاصمة عدن. أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة عدن لاقى ترحيبا واسعا، حيث هنأت السعودية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية. وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار. إلى ذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بتأدية اليمين الدستورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس. وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام. هذا ورحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بتأدية رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية. وأكد حسين طه أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد استبشرت خيرا بتشكيل المجلس الذي يعد إنجازا مهما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للحل السلمي ومرحلة جديدة في تاريخ اليمن. من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن يحرز مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تقدما نحو السلم والأمن في اليمن. جاء ذلك في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر تطرق فيها
مشاركة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. ووصف الاتحاد الأوروبي حفل أداء اليمين الدستورية باليوم الخاص جدا لليمن. هذا ورحبت الولايات المتحدة بوصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة عدن، مؤكدة دعم واشنطن لتطلعات الشعب إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتا سياسية ومجتمعا مدنيا متنوعا. وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية سامويل ويربرغ إن الولايات المتحدة ترحب بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتا سياسية ومجتمعا مدنيا متنوعا بما في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى. شددت القوات الأمنية الجنوبية من إجراءاتها مع وصول الوفود الحكومية وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة عدن، وستوفر القوات الأمنية بيئة مناسبة وآمنة لعمل الحكومة وحمايتها. ترتيبات أمنية كبيرة وجهود مضاعفة تقوم بها القوات الأمنية الجنوبية بعد وصول الوفود الحكومية وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن. الإجراءات الأمنية تمر بشكل طيب، وبتوجيهات الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية يعني العمل يمشي بشكل طيب، وشكر جزيل لكل القوات التي ساهمت في تأمين حماية أمن عدن، وسواء كانت من أمن عدن أو من الحزام الأمني أو من العاصفة أو من المرور، تحية لهم من الأعماق في هذا اليوم الطيب. القوات الأمنية كثفت تواجدها في النقاط والحواجز الأمنية ومداخل ومخارج المدن، ونشرت نقاط تفتيش واسعة للحد من انتشار السلاح، ضبط المخالفين، ولمنع أي اختلالات تحاول إثارة الفوضى وقطع الطريق أمام المتربصين بالمدينة. نطمن أبناء يعني الجنوب وأبناء يعني الشعب وأبناء العاصمة عدن أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة بإذن الله، لن نسمح ولن نقبل يعني بالعبث في إطار المحافظة سواء كانت من تنظيمات إرهابية أو غيرها. كما نطمن أبناء يعني الشعب الجنوبي الحر الأبي أن القوات هي قوات جنوبية وهي القوات المتواجدة في عدن. القوات الأمنية الجنوبية هي من ستعمل على توفير بيئة آمنة لعمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والسلطات، وستسهل مهامها تحت يافطتها ولوائها، وهذا سينعكس على تعزيز واقع المدينة أمنيا وينهي سنوات من الاختلالات التي كانت تحدث في السابق. ترتيبات أمنية كبيرة تقوم بها القوات الأمنية الجنوبية التي ستعمل على توفير بيئة مناسبة لعمل أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بما يتناسب مع المرحلة القادمة التي ستكون أمنية بامتياز. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الدكتور حسين لقور المحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. في البداية، مجلس القيادة الرئاسي يعقد أول اجتماع له في العاصمة عدن، وأيضا يناقش أولويات المرحلة المقبلة. برأيك ما هي الأولويات في معالجة الملفات؟ هل هو ملف السلام مع الحوثي، أم الاقتصاد، أم الأمن، أم العسكري؟ وأيضا كيف تعلق على قرار تعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء؟ أسعد الله مساكم خواتي مبارك. لا شك أن المهام المنتصبة اليوم أمام المجلس القيادة الرئاسي كبيرة وصعبة، يعني ليست بالأمر الهين، يعني وذلك يعني لصعوبة المرحلة والظروف التي الآن وجد فيها، يعني في هذه الأمور بعد أن انهارت كل الخدمات الإدارية والاقتصادية يعني في هذه المناطق المحررة حقيقة، في ظل غياب دور أي دور فاعل للحكومة القائمة يعني التي تم التجديد لها، يعني وهذا شيء مؤسف جدا. لكن يعني نقول إنه البيان الصادر ومخلقات يعني حوارات الرياض الأخيرة، يعني كانت هناك العديد من القضايا التي لابد من الوقوف أمامها، الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، ترتيب الأمن، توفير الخدمات، كل هذه أمور يعني ستكون هي المحك
والمعيار الحقيقي لنجاح هذا المجلس ولثقته في الحكومة السابقة. فإن استطاع المجلس أن يدير هذه الملفات خلال فترة محددة عن 3 أشهر أو على الأقل عن ظهور بوادر تدل على أن هذا المجلس فعلا ماسك زمام الأمور وقادر على أن يدير الأمر بشكل صحيح، سينعكس هذا يعني على الحالة الأمنية وعلى الحالة الاقتصادية وعلى الحالة السياسية بشكل عام، يعني في ظل هجمة كبيرة جدا من عدد من بعض القوى التي لم تستوعب التغييرات التي حصلت في 7 أبريل الماضي. بالنسبة للتعيين أحمد، لم نذكر كفاءة عالية وقادرة على أن تخلق المزيد من النجاحات يعني في أي مكان يعني يمكن مشغله، ولكن أنا أعتقد أن المهام الأساسية التي يجب التركيز عليها هي تحسين أوضاع محافظة عدن. محافظة عدن مدينة أصبحت الآن فيها 4 أضعاف سكانها أو ما تستطيع استيعابه، يعني خصوصا مع وجود ملايين النازحين من المناطق اليمنية سواء في تهامة أو سواء في التعز وغيرها، يعني القادمين للبحث عن فرص عمل في هذه المحافظة، والبعض الآخر يعني تحت اسم النزوح. لكن في الأخير أنا أعتقد أنه يعني الاهتمام بأمور الناس في محافظة عدن التي دفعت أثمان غالية خصوصا من 2015، دمار، خراب اقتصادي، خدمات، سوء خدمات صحية، طبية، كهرباء، كل هذه، فهي المحك أيضا العملية الذي يجب التركيز عليه في هذه المرحلة. طيب دكتور، سنعرج على رفع معاناة المواطنين. طيب سننتقل إلى الملف الأمني وهو مهم جدا في هذه الأوضاع. هناك تحدي كبير يقع على الملف الأمني بعد أداء اليمين الدستورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأيضا عودة مؤسسات الدولة إلى عدن لبسط الأمن وممارسة مهامها بكل حرية في ظل تهديدات من جماعات إرهابية، خاصة بعد هروب أو تهريب الإرهابيين من السجن في حضرموت. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف المهم في كل هذه التحديات وأيضا مع ملف الإرهاب؟ التهديد الإرهابي قائم دائما، يعني خصوصا في وجود يعني هذه العدادات الكبيرة من الناس، أنت لا تستطيع أن تعمل فرازة هناك بحيث أنك أن تخرج الناس النازحين الحقيقيين من المخربين، خصوصا وانت في مواجهة ما زلت مع الحوثي الذي ايضا له خلايا نايمة يعني موجودة، يعني كل يوم تدخل الى عدن بطرق مختلفة وبأساليب مختلفة تحاول تهريب السلاح. لكن الجانب الارهابي يعني انا اعتقد انه يعني سيبقى الخطر الداهم والكبير، خصوصا التركيز على محافظة أبيد. لابد من هناك أخبار عن تحركات بعض العناصر الإرهابية مع خروج أو مع هروب أو تهريب عدد من المعتقلين من الإرهابيين في حضرموت، وهذا الأمر يستدعي أولا أن تنسيق التام بين كل القوات المسلحة الموجودة والأمنية في عدن، بحيث أن لا تكون يعني كل المؤسسات تسير وحدها، لأن هذا الأمر يتسبب في 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 فقدان التواصل وفي فقدان التركيز على 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 الأخطار المحتقة بهذه المدينة. لذلك أنا أعتقد أن الخطر الإرهابي ما زال قائم وسيظل قائم، خصوصا أن هناك عناصر أيضا مما كان يسمى بالسلطة الشرعية، يعني أو ما يسمى بالسلطة الشرعية التي كانت تدعم بعض العناصر الإرهابية، يعني متضررة من الإجراءات التي جرت في الأسبوعين الماضية. وبالتالي من مصلحتها أن يكون هناك في عمليات تخريب وعمليات محاذاة لفت الانتباه أو صرف الانتباه عن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والخدمية للمواطنين. طيب دكتور، نعود أيضا إلى معاناة المواطنين. الهدف من عودة مؤسسات الدولة ورئاسة المجلس القيادي السياسي إلى عدن هو بطبيعة الحال رفع معاناة المواطنين. كيف يمكن الوصول لهذا الهدف في أقصر مدة ممكنة؟ الأمر لا يحتاج إلى 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 اختراع العجلة من جديد. يعني هناك في قواعد عامة للعمل. أولا يعني الحفاظ على المال العام، يعني نحن الآن لا نعرف من أين تأتي من في الدولة ولا أين تذهب الأموال التي تأتي من مدخولات الدولة ولا أين تصرف وكيف تصرف دون موازنة. الدولة بدون موازنة ميزانية للأعوام الماضية لا تعرف من أين تصرف وين تصرف، والتوظيف وعمليات التوظيف العشوائية التي تتم بالمحسوبيات والمجاملات والهدايا التي يقدمها السياسيين لأنصارهم في هذه المرحلة. وبالتالي لابد أولا من وضع خطط حقيقية واقعية بعيدا عن الشطحات الزائدة، لابد من البحث عن أسباب التخريب الاقتصادي الموجود، لابد من تشكيل
مؤسسات مصفات عدن للبحث عن حلول جذرية للكهرباء مثلا في عدن، بدلا من الاعتماد على شراء الطاقة التي تكلف أضعاف مضاعفة لو كان هذه المشاريع تم بنائها من مال الدولة، وبالتالي سيسهل يعني ديمومت سيضمن ديمومتها وليس فقط يعني يصبح المواطن تحت رحمة هؤلاء الرأسماليين الذين يحاولون المتاجرة مع ناس الناس. لذلك أنا لا أعتقد أن الأمر فيه كثير من الصعوبة، لكن يحتاج إلى كثير من العمل أيضا في نفس الوقت، تحديد الموارد، تحديد الأولويات، تحديد ما هي يعني ما هي المصارف، تثبيت سعر العملة. طبعا شوف عملية العملة عملية نصب فيها كبيرة جدا تتم يعني، وفيها تلاعب يعني عمليات طبع الأموال التي تمت في السنوات الماضية يعني أدت إلى هذا الانهيار في قيمة الريال اليمني، وبالتالي أصبح هناك تضخم ضاعف في أسعار المواد الغذائية والخدمات، وهذا أمر يعني يجب يعني الآن خصوصا مع الوعود التي قدمتها السعودية والإمارات بتقديم معونات مالية وودائع مالية يعني لكي يستقر المال. لكن المشكلة أنه إذا تمت بالطريقة التي ذكرها تقرير الأمم المتحدة يعني قبل فترة يعني عن أن الدولة وعن رئاسة الوزراء نفسها أصبحت تتلاعب وتهدي بعض الأموال للتجار المقربين من السلطة خصوصا من رئاسة الوزراء، يعني نقولها بكل صراحة يعني هناك في عملية مجاملات وعملية يعني فساد كبيرة تمت في الودائع السابقة. اليوم أشكرك. إذا كان هناك من جدية في هذا الأمر يجب وقف هذا التلاعب بأموال الناس وحقوقها. نعم، كان معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور حسين لقور المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ارتكبت ميليشيات الحوثي 118 خرقا للهدنة الأممية في كافة الجبهات بمحافظة مأرب وتعز والحديدة وحجة والجوف وكذلك أبيان. وذكر المركز الإعلامي للقوات الحكومية في تقرير له أن القوات الحكومية أحبطت في أوقات متفرقة عدة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مأرب ومواقع أخرى في محور حيس جنوب الحديدة. أعلنت الأمم المتحدة أن الميليشيات الحوثية وافقت على تخليص صفوفهم من آلاف المجندين الأطفال الذين قاتلوا خلال 7 سنوات من الحرب في البلاد، بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس في إقرار شبه رسمي من الميليشيات بتجنيد الأطفال في صفوفها. أعلنت الأمم المتحدة أن الميليشيات الحوثية وافقت على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قتلوا بالألاف خلال 7 سنوات من الحرب في البلاد، بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. كما أوضحت الوكالة أن الميليشيات وقعت على ما وصفتها بخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الميليشيات الحوثية التزمت بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون 6 أشهر، فيما شددت فيرجينيا جامبا المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب على أن العبرة في التنفيذ، معتبرة أن تحرك الميليشيات خطوة إيجابية، لكنها شددت على أن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن. كما أضافت يجب تنفيذ خطة العمل بالكامل على أن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن. ويذكر أن مسؤولا عسكريا كبيرا في ميليشيات الحوثي كان أفاد عام 2018 بتجنيد 18,000 طفل بحلول ذلك الوقت، كما أكد جنود أطفال سابقون أنه تم تجنيد صبية لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. يعني شلكم أصبع ولا ترتندوا من نفسكم؟ أصبع. لين شلوه؟ البيت. أخذوكم ببيتكم؟ من يجيكم البيت؟ طيب. من هو المشرف؟ مدري مابسه. بعد شي يقولوا لنا اللي خان يقولوا أبو قناف. أيوه. ومابسه. وأبو حماد. أيوه. بس كانوا يقولوا لنا بس معهم بس. وشلوك غصبا؟ غصبا.
هذا وقد أشارت الأمم المتحدة سابقا إلى أنه تم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل. إلى ذلك أكدت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال عبر وسائل عدة اعتمدتها الميليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب فضلا عن الابتزاز. ولفتت إلى تعرض هؤلاء ممن نجوا من الموت على الجبهات لصدمات مروعة وحتى عمليات اغتصاب وتحرش. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ازدهار سوق بيع التمر الحجري خلال شهر رمضان المبارك في حضرموت. أهلا بكم جديد. يزدهر سوق بيع التمر الحجري خلال شهر رمضان المبارك في أسواق مدينة المكلا، حيث يفضل أهالي المدينة الإفطار به على غيره من التمور الأخرى لطعمه المميز وفوائده الصحية. مراسلنا في المكلا محسن بلبحيث أعد لنا هذا التقرير عن التمر، نتابع. يعمل في هذه المهنة منذ قرابة 10 سنوات، ورثها عن آبائه وأجداده الذين عملوا فيها لعقود. نديم ناصر الشاب الثلاثيني مشهور ببيع التمور في مدينة المكلا والتمر الحجري على وجه الخصوص. شهر رمضان بالنسبة لنديم يعتبر فرصة، كون التمر الحجري يزدهر سوقه خلال رمضان. نحن مهتمين بهذه الدرجة، يعني لفوائده. نحن أكثر من يمكن ما يقارب 10 سنين أنا شغال في هذا التمر الحجري، وردت عبر أجدادي، يعني كان أجدادي وأباء يعني يشتغلون في هذا التمر الحجري. يعني يأتي كل شهر ستة، في شهر ستة يأتي كل سنة في شهر ستة في الموسم، ونأخذ كمية منه نحتفظ به، نخزنه في الثلاجات عشان نخرجه في رمضان للزبائن. يعني الناس أكثر ناس يعني تكون يعني تأخذ منه تفطر عليه هذا التمر الحجري أفضل من باقي التمر. يعني يقبل أهالي مدينة المكلا على شراء التمر الحجري خلال هذا الشهر الفضيل، يفضلون الإفطار به على غيره من التمور الأخرى، فهو إلى كونه لذيذ الطعم له فوائد عدة جعلت منه الأفضل في أسواق المدينة. التمر الحجري يعني من أشهر التمور الموجودة عندنا حاليا، ومن أجودها وأحسنها، واللي هي يعني المواطنين يحبونها أكثر من أي تمر ثاني، خاصة هذا التمر الرطب. يعني برضو يشتهر بجودته، أنه السكر يكون ناقص فوقه، يعني إذا حد عنده سكر أو شيء يكون يعني حلو. حاليا في السوق التمر الحجري بشكل عام، من حيث النوعية، من حيث الشكل، من حيث الذوق، نعم، لكن في نفس الوقت النوعية بتختلف، هذا نوع وهذا نوع، ولكن في نهاية المطاف التمر الحجري بشكل عام في المكلا حلو جدا، مثلك حلو. سمي التمر الحجري بهذا الاسم نسبة إلى وادي حجر، إحدى مديريات ساحل حضرموت، والتي تنتج هذا النوع من التمور. التمر الحجري صحي وحلو المذاق، يعد من أجود وأشهر التمور على مستوى البلاد، ينقصه الاهتمام والرعاية من الجهات الرسمية لزيادة إنتاجه والمساهمة في رفض الاقتصاد الوطني. أحسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، المكلا. نهاية النشرة، تذكير بالعلوي. مجلس القيادة الرئاسي يعقد أول اجتماع له في العاصمة عدن، ويعين أحمد حامد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء. القوات الجنوبية تقوم بمهام كبيرة في حفظ الأمن مع عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن. وميليشيات الحوثي تعترف بتجنيد آلاف الأطفال في صفوفها. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد.com وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.